السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. يتجدد لقائي مع حضراتكم، معكم المهندس الزراعي عمرو الحداد. النهاردة إن شاء الله حلقة جديدة، فيديو جديد هنتعلم فيه مع بعض إزاي نزرع بذور الملوخية من البداية للنهاية. الفيديو بتاعنا فيديو عملي خطوة بخطوة، فبنصحك إنك تتابع الفيديو للنهاية علشان تستفيد بأكبر قدر ممكن من المعلومات. ولو انت اول مره تشوفنا، اول مره تدخل على قناتنا، ما تنساش تدعمنا وتشجعنا. انزل تحت اعمل سبسكرايب للقناه، فعل الجرس علشان يصلك كل جديد في عالم الزراعه من قناه مهندس زراعي. تعالوا نبدا حلقتنا مع بعض. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. تعالوا نبدا اولى حلقتنا، واول خطوه هنعملها علشان خاطر نقدر ان احنا نزرع بذور الملوخيه بتاعتنا. اول حاجه طبعا بنعمل عمليه تجليب للتربه او عمليه عزيج للتربه، تمام؟ يعني بنحاول ان احنا نقلب التربه كلها. هنبدا اول حاجه نعملها مع بعض زي ما حضراتكم شايفين، طبعا هنقلب التربه بتاعتنا كلها كده. ده لازم اول خطوه بنعملها قبل عمليه الزراعه زي ما حضراتكم شايفين. اهم شيء التجليب الكامل للتربه اللي انت هتزرع فيها. احنا بنعمل كده ليه؟ علشان خاطر نعمل عمليه تفتيت للتربه، لان التربه ربما تكون محجره، ربما تكون تربه متماسكه، فاحنا بنعمل لها عمليه تفتيت. طيب افضل تربه ممكن انك تزرع فيها بذور الملوخيه اي نوع تربه عندك؟ لو عندك رمل مع الكمبوست ماشي شغال نزرع فيه، مفيش اي مشكله. لو التربه اللي عندك تربه طينيه، مفيش مشكله انك تزرع فيها اي نوع بذور الملوخيه، بتصلح زراعتها في جميع انواع التربه. اهم شيء ان التربه اللي عندك تكون تربه جيده الصرف. الخطوة الثانية حضراتكم ان احنا بنعمل عملية تسوية للتربة بالكامل. طيب بنعمل العملية دي ليه؟ لان حضراتكم اثناء عملية الري ما يحصلش عندك انجراف للبذور، يعني المية ما توقفش في مكان واحد، لا، المية تمشي في الحوض كله. الحوض كله لازم يبقى عندك متساوي بالكامل. احنا عملنا عملية تجليب او عزيج للتربة. الخطوة الثانية ان احنا بنساوي التربة زي ما حضراتكم شايفين. زي ما حضراتكم شايفين طبعا خلاص انتهينا من عملية التسوية، وده شكل الحوض بعد عملية التجليب وبعد عملية التسوية. الخطوة اللي بعد كده حضراتكم وهي زراعة البذور او عملية نسر للبذور. طبعا دي بذور الملوخية اللي احنا هنبدرها عشان بس تعرف شكلها كويس جدا. طيب بنجيب بذور الملوخية دي منين؟ ممكن حضراتكم تجيبها من المشاتل، ممكن تجيبها من محلات بيع المستلزمات الزراعية، المحلات اللي هي بتبيع المبيدات والأسمدة والبذور الزراعية، يعني أهم شيء إن هو يكون محل خاص بالزراعة، تمام؟ أو ممكن من عند العطار. على فكرة العطار برضو أحيانا بيبيع البذور الزراعة أو بذور الخضروات. بعد كده حضراتكم هنبدأ إن احنا نبدر البذور بتاعتنا بشكل يعني مباشر على سطح التربة اللي عندك، تمام؟ تعالوا نبدأ مع بعضينا كده نبدر البذور بتاعتنا. زي ما حضراتكم شايفين بعد كده حضراتكم ان احنا بنغطي التربه بتاعتنا بطبقه بسيطه جدا من التراب او من الطمي او من التربه اللي احنا زرعنا بيها او فيها البذور. ليه احنا بنعمل عمليه التغطيه؟ علشان خاطر البذور اثناء الري ما يحصل لها عمليه انجراف. الحاجه الثانيه حضراتكم ان الطيور، بنحمي البذور من الطيور، لان الطيور ممكن او ربما بتعمل عمليه تاكل بالنسبه للبذور، يعني بتاكل البذور اللي احنا بدرناها كلها، فعلشان كده بنعمل لها عمليه تغطيه بسيطه جدا بالتربه الزراعيه. بعد كده حضراتكم اخر خطوه معانا وهي ري البذور او ري التربه بعد عمليه الزراعه. زي ما حضراتكم شايفين طبعا احنا بنروي بالخرطوم، اهم شيء ان الميه تكون ضعيفه جدا علشان خاطر ما يحصلش عندك انجراف في البذور. والحاجه اللي احنا حضراتكم حاطين فيها الخرطوم اللي احنا بنروي بيه دي مهمه جدا، يعني يا ريت يفضل انك تحط طبق تحت الخرطوم، تحط حجر، تحط اي حاجه بصريه عندك علشان ما يحصلش انجراف في التربه وتبدا البذور ان هي تنجرف كلها. وبكده حضراتكم نكون تعلمنا زراعه بذور الملوخيه خطوه بخطوه من البدايه للنهايه.